أهلا بكم. تحت سماء المدن التي ازدحمت بالبناء وتزايدت فيها التحديات الاجتماعية، تشكلت العشوائيات كواقع يفرض نفسه بقسوة. إنها ليست مجرد مبان متواضعة تفتقر إلى التخطيط الهندسي، بل هي تجمعات إنسانية تبحث عن الأمان والكرامة في عالم يحاصرها بالتهميش والفقر. يأتي قانون العشوائيات ليكون بين يدي المشرعين كأمل لإعادة تنظيم هذه المناطق وتقديم خدمات أساسية لمجتمعاتها، لكنه يحمل في طياته تحديات إنسانية كبيرة. كيف يمكن أن نوازن بين حق الدولة في التنظيم وحق الإنسان في العيش بكرامة؟ وكيف يمكن أن نصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية دون التسبب في تشريد الآلاف؟ إذ يطالب البرلمان هذه الأيام بإعادة طرح قانون العشوائيات بعد أن سحبته الحكومة لغرض دراسته. هذه الأسئلة وغيرها التي تحيط بإقرار هذا القانون، والتي قد تحدد مصير مئات الآلاف من الأسر في مختلف أنحاء البلاد، محور حديثنا الأول بعد هذا التقرير. أهلا بكم. تتسع ظاهرة السكن العشوائي في مختلف المدن العراقية مع استمرار ارتفاع أسعار المنازل والأراضي الطابو، أجبر الكثير من المتجاوزين الاستيطان بين الأحياء والأماكن الحكومية بالوقت الذي تعلن فيه وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في البلاد. 2004 يعني إحنا ناس فقراء، وين نروح؟ هذا مكاننا، قاعد جينا بنينا وقعدنا، وجتنا هواية يعني تهديدات، جونا رادوا يطلعونا، بس ما عندنا مكان نروح به. نا تعدادنا 1600 عائلة، 1600 عائلة يعني تباوع عليها ناس كسبة، بيها لطت شهداء بالحشد، بيها لطت بالدفاع، بيها لطت بالاتحادية، بس ناس ما عندها. يجي شيء العوائل على 5 ملايين و4 ملايين، ويجيب شفلات وياه ويطلعوا ويا فوج، ومن الاتحادية يطلعون يا جماعة، شيل يبنونها عمار يبيعونها 215 مليون ب 300 مليون. زين مقدمة 90 مليون، انا عندي 90 مليون ابقينا، راح اشتري لي قطع زراعي على 25 سنة هي وتتطوب، وابني لي غرفتين وسقف سندويش، احمد الله وشكرا. باتت تظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع بعد بلوغ عدد المناطق العشوائية في العراق إلى آلاف التجمعات التي يسكنها ملايين الأشخاص، لترتفع أصوات المتجاوزين للمطالبة بحلول جذرية وعاجلة لهذا الملف الذي تنطوي عليه تحديات إنسانية واجتماعية وصحية. احنا نطلب من رئاسة الوزراء، نطلب من الجهات المعنية تمليكنا، يشوفونا بديل، يشوفونا فشي، احنا كل هاي التجاوز، هذا فاتح له محل 10,000 دينار، 5,000 دينار، هذا ابو سيارة، هذا الطباخ، وين يروح العالم؟ احنا نريد البديل، كل واحد 15 سنة صار له او 20 سنة، نريد بديل احنا هنا. ما عندنا، كلها تشتغل عمالة، عطالة، بطالة، هسه تروح لهناك العالم حاطة تنك وقاعدة. لم تعالج الحكومات المتعاقبة هذه الأزمة المزمنة الآخذة في الاستفحال، رغم مطالبة لجنة الخدمات النيابية بإرسال مشروع قانون التجاوزات إلى البرلمان، لكنه لم يرى النور حتى اللحظة. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في الاستوديو عضو مجلس محافظة بغداد السابق الأستاذ نزار السلطان. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بجنابك. وأيضا عبر سكايب من ميسان الأكاديمي والخبير القانوني الدكتور ماجد مشباس. مرحبا بحضرتك دكتور. حياكم الله. أهلا بجنابك. أستاذ نزار، أبدأ مع حضرتك. الآن تصاعدت المطالبات بإعادة طرح قانون العشوائيات وللتصويت عليه داخل مجلس النواب، برأيك لماذا في هذا التوقيت، وما الذي استجد حتى تتم أو تتجدد هذه المطالبات؟ شكرا لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم. حقيقة يعني مؤسف جدا إذا نتابع خطوات إثارة هذا الملف، نلقى دائما
مع كل انتخابات يصعد الملف إلى البرلمان. عندما تقترب الانتخابات النيابية يبدي الملف يصعد، وإحنا تحدثنا عن هذا الموضوع مرارا وقلنا بترى البرلمان مو هو الجهة اللي تقدر تحل المشكلة، مشكلة العشوائيات. مشكلة العشوائيات مشكلة فنية مو مشكلة سياسية، ولا يعني حلها فني بحت. إذن يعني مسؤولية منو حلها؟ منو المعني بها؟ يعني إحنا في بغداد عدينا مخطط كامل أو متطلبات مخطط كامل للتنمية أو للمخطط الإقليمي لبغداد في حينها 2040 في مجلس محافظة بغداد، نعم، في لجنة تخطيط استراتيجي، نعم، وناقشناه في هيئة المستشارين بحضور أربع مؤسسات مهمة على أعلى مستوى فني: وزارة البلديات وأمانة بغداد ووزارة التخطيط وهيئة المستشارين، وإحنا المحافظة حاضرين. زين. وتم المصادقة على ضرورة إطلاق العمل بالمخطط الإقليمي بغداد 2040، وشكلت لجنة رأسها وزير التخطيط في حينها وإحنا عضو بيها، ومن 2018 هذا الحديث إلى يومنا. شنو تضمن هذا المخطط؟ إلى يومنا هذا لجنة ما اجتمعت اجتماع واحد خلاص. متطلبات إعداد المخطط الإقليمي هي أن يحال الموضوع إلى شركة عالمية استشارية لإعداد تصميم جديد لمدينة بغداد بالبعد الإقليمي، مو البعد البلدي للعاصمة. يعني البعد الإقليمي معناته بغداد تعرف مساحتها 4700 كيلو متر مربع، مساحة العاصمة ربع تقريبا 1000 كيلو. نعم. المخطط الماء الشامل لبغداد 2030 يتحدث عن تحديث الفعاليات في الربع هذا فقط اللي يسكن أغلب سكان محافظة بغداد واللي بيه المشاكل والتكدس السكاني، وهي أسباب كثيرة. فهنا المخطط الماء الشامل أيضا فشل، أنا بتقديري فشل، لأنه المفروض هو يغطي الفعاليات لعام 2030، احنا راح نوصل 2025 والمخطط لحد الآن ما ظهر للنور بشكل قانوني. فبالنتيجة الفترة الزمنية والمشاريع المتبنات في هذا المخطط هي عبارة عن مشاريع بمليارات الدولارات، بعد ماكو وقت 5 سنين قدريه. إذن حتى ننقذ هذا المشروع ونعدل المسار للبعد الإقليمي نحتاج إلى دراسة استشارية عالمية، وهذا طبعا بالعراق ما عندنا هيك إمكانات، ولا حتى يعني معروفة الشركات العالمية المتخصصة في مجال إعداد هكذا دراسات. هذه الدراسة هي اللي راح تعالج لنا مشكلة العشوائيات ومشكلة التداخل، وحتى قانون العاصمة جزء من هذا البرنامج يفترض أيضا يدخل على الخط. هنا من يجي المشرع السياسي اللي هو أغلب الأحيان مختصاص، نعم، في قضايا التخطيط الحضري أو التخطيط العمراني للمدن. أنا أريد أقاطعك وأسألك، أنتم كاختصاص وكلجان ومن خلال اللجان التي حدثت آنذاك في مجلس محافظة بغداد مع اللجان المختصة، أين ذهبتم؟ بأي اتجاه؟ يعني تمليك العشوائيات، تطوير العشوائيات، نقل العشوائيات، أم وجود بدائل؟ أولا صار إحصائيات يعني شبه دقيقة على كل العشوائيات في بغداد، وتم حصر المستحقين داخل العشوائيات. تعرف أكو قسم بالساكنين بالعشوائيات عندهم يعني عنده سكن، عنده ملك، عنده عقار، هذا ما ممكن أجي أنا، هو مأجر مأجر بيته وقاعد بالعشوائية ببلاش، هذا ما ممكن أنا أجي أنطي سكن جديد على حساب الناس اللي عنده ملك. وأكو هيك نسبة كثيرة موجودين يعني عنده ملك طاب. طبعاً 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 عدد كبير، عدد كبير. بالإضافة إلى أكو قضية أخرى أيضاً راح يصدم بها المشرع، أنه أكو عشوائية بالمنصورة المتر مالته ب5000، أكو عشوائية ورا السد المتر ما يسوى له 100 دينار. 5000 شنو؟ 5000 دولار المتر عشوائية. نعم موجودة بالمنصور. زين هذا شلون تحقق عدالة اجتماعية بالتوزيع إذا تريد تملك؟ هاي راح تخلق لك مشاكل اجتماعية كارثية. يعني اخوان اثنين، واحد قاعد بعشوائية بمنصور، واحد قاعد بعشوائية ب7 قصور مثلا. زين هذا شلون راح يصير؟ انت ايش راح تخلق؟ انا اسالك هذا العشوائيات، هذا الموضوع خطر جدا اجتماعيا، خطر جدا حضريا، اذا مو دراسة استشارية تفككة بطريقة علمية. وهناك دول كثيرة مرت بهذه الأزمات وفككتها، عندنا نماذج في إيران، في تركيا، يعني واحد يستفاد من تجارب هذه الدول قدامنا وفككت مدنها الـ يعني التداخلات العشوائية وعادت تنظيمها بطريقة عادلة ومنصفة لكل الشرائح بدون. بعدين خلي بالك أنه أسباب نزول يعني أسباب نمو العشوائيات جزء كبير تتحمل الدولة،
لأنه إحنا تأخرنا كثيرا في تحديث التصميم الأساسي لمدينة بغداد اللي هو انتهى سنة 2000. بالنتيجة التصميم الأساسي إحنا من دخلنا أمانة مجلس المحافظة 2005 أنا شخصيا فتحت ملف التصميم، لقيت الرصيد السكني لمدينة بغداد مستهلك بنسبة 90% بموجب المخططات يعني التصميمية لبول سيرفيس اللي يعده سنة 67. نعم. ولقيت الضربة القاسية اللي تلقاها التصميم الأساسي لمدينة بغداد هي توزيع تقريبا 120 ألف قطعة سكنية في محيط بغداد بين عام 2000 و2003، هاي الفترة اللي وزع بيها النظام السابق لضباط الجيش العراقي وضباط الأجهزة الأمنية 120 ألف قطعة سكنية. هذه المنطقة اللي قطعها وزعها هو يعني مشخصة بالتصميم الأساسي منطقة يعني أغلبها للبناء العمودي عالي الكثافة اللي صايرة على الحافة الحضرية. نعم. للعاصمة. نعم. يعني عالي الكثافة معناتها 20 طابق فما فوق. أريد أن أناقش هذا الموضوع بشكل قانوني إذا تسمح لي. أنتقل إلى الأكاديمي والخبير القانوني الدكتور ماجد مشباس، أرحب بك من جديد وأسألك عن هذا الموضوع بشكل قانوني، كيف يتم التعامل مع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير رسمي؟ نعم، مرة أخرى هي طيبة لجنابك الكريم ولكادة قناتكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بحضرتك. وأتحية بالمثل للضيف الكريم. صراحة يعني الموضوع يحتاج نظرة، مش فقط نظرة قانونية، يحتاج أيضا بالجانب الآخر نظرة إنسانية. ودعني أبدأ بالموضوع من حيث الدستور العراقي. نعم. باعتبار الوثيقة القانونية الأسمى، الدستور العراقي بالتأكيد بالمادة 27 من الدستور واضح حرمة الأموال العامة والتزام على كل مواطن والتزام على الدولة ابتداء بحماية الأموال العامة. ولكن بالجانب الآخر الكثير من نصوص هذا القانون، خاصة تحديدا نص المادة 30 من الدستور، هي تتكلم عن مسؤولية الدولة عن توفير الحياة الكريمة وتوفير السكن الملائم وتوفير العمل الملائم. وأنا هنا لا أقصد بتوفير العمل الملائم أنه كل واحد نروح للبيت ونقول له تعال والله هاي وظيفتك وهذا عملك، وإنما أقصد توفير البيئة الملائمة. وبالتأكيد البيئة الملائمة هي لا تتوفر، يعني الفقر المطبق هو سبب أساسي من أسباب انتشار العشوائيات وانتشار التجاوزات. فمسألة النهوض بالقطاع الخاص وتعدد الاقتصاد العراقي وموارده، هذه كلها التزامات على الدولة. يعني الدولة من 2003 ولغاية اللحظة، أنا لا أحمل المسؤولية على حكومة معينة، وإنما المسؤولية تضامنية، وقد تكون حكومة السيد السوداني واحدة من أكثر الحكومات التي حاولت تقديم حلول جذرية. ولكن مثل هكذا ملفات شائكة، وكما يعني تفضل الضيف الكريم فنيا هو فكك الموضوع، هذه الملفات يحتاج لها خطة قصيرة وخطة طويلة الأمد لحلها حل نهائي. فأنا أدعي أنه قانونا لا يجوز التجاوز على أراضي الدولة، ويجوز للدولة إقامة الدعاوى على الأشخاص المتجاوزين، ويجوز لها طلب أجر المثل، ويجوز لها إزالة التجاوزات. زين دكتور يعني ليش نشوفها من المشاكل، ليش نشوفها من المشاكل الشائكة والصعبة؟ هذه أراضي مملوكة للدولة، فيما لو ذهبت يعني الحكومة بإعطاء بدائل وبالتالي ستكون متفضلة. يعني نعم، أنا يعني كنت أستطرد بالحديث، أنت لا تتكلم عن حالات متناثرة، وإنما تتكلم عن ظاهرة من شمال العراق إلى جنوبه. إذن هذه الظاهرة هل يعني تذهب بمعاقبة الناس معاقبة جماعية أو إلزام الناس بالتعويض إلزام جماعي؟ إذن يحتاج الموضوع إلى حلول. ما هي الحلول؟ واحدة من الحلول التي قدمها المشرع العراقي هو مشروع قانون تنظيم العشوائيات، أتصور هذا عنوان القانون. أنا ما اطلعت على المسودة الجديدة اللي يتحدثون بها الأخوة، ولكن المسودة القديمة كانت تحت مجهرنا القانوني وكانت لنا عليها ملاحظات كبيرة، ولا يمكن أن تقدم هذا الحل بوضعها الحالي. ولكن قبل ذلك هناك محاولة مهمة للحكومة العراقية، هي فعلت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
هناك ثلاث قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحال تتكلم عن مسألة تمليك الأراضي الزراعية التي بمحاذاة المدن أو داخل المدن أو ممكن أن تدخل بالتخطيط العمراني سواء كان بمحافظة بغداد أو بالمحافظات الأخرى. نعم. وتقوم باستملاكها ومن ثم تمليكها للمواطنين وفق آلية دقيقة جدا. حكومة السيد السوداني قبل سنتين تقريبا وحسنا فعلت هذه القرارات، ولكن على مستوى التنفيذ للأسف الشديد، وهي هذه المشكلة اللي عندنا بالعراق، هناك فجوة وهو كبيرة ما بين يعني شلون أقول لك إياها، ما بين الفكرة وتنفيذها. نعم. نوقش الموضوع وصدر بقرار من مجلس الوزراء، وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل هي قرارات نافذة لتنظيم مثل هكذا موضوع، ولكن على المستوى التنفيذي لغاية الآن هم حددوا 6 أشهر. زي. لغاية الآن أتصور سنتين أو أكثر. دكتور باختصار شديد بما أنك مطلع على المسودة القديمة، شنو أبرز إشكالياتكم وملاحظاتك عليها؟ يعني أتذكر يعني مش اليوم ما اطلعت عليها، ولكن أبرز الإشكاليات هو موضوع البدلات وكيفية تنظيم البدلات التي يلتزم المواطن بتقديمها، وكذلك في إشكاليات فنية. أنا أدعي أنه لو فعلت هذه القرارات، قرار مجلس الوزراء الأخير لو فعل كان يعني حللنا إذا ما أكون أبالغ 70% من موضوع التجاوزات ونظم أوضاعهم، ولكن على المستوى التنفيذي للأسف الشديد لغاية الآن لم يرى النور. جيد. وأيضا أتأسف أنه مثل ما ذكر، وأنا لا أشكك بالنوايا، نعم، ولكن بالمعتاد مع كل انتخابات يظهر أن ملف بالتجاوزات للأسف الشديد. لا زين، هسه بعدنا بعيدين شوي على الانتخابات استاذ نزار. لا بعد سنة ونيف. يعني بعيدين. مو وايد ترى، من الآن بدل. جيد. أعود لحضرتك دكتور. استاذ نزار، ما هي الحلول الواقعية والحقيقية التي ممكن أن تطبق، وهي الحل الأنسب في ظل وجود هذه المعطيات؟ موجودة حلول كثيرة وحلول يعني مو معقدة. قلت لك أنا يعني أنا استغرب أنه إحنا صارنا 20 سنة نتحدث عن موضوع، ولكن يبدو أن أصحاب القرار مستفادين من العشوائية في بغداد. العشوائية اليوم في بغداد تنطي إمكانات في، أنا على بغداد هسه، باقي المحافظات مراكز المدن الكبيرة يعني قد يكون هذه الحالة موجودة بالبصرة بالموصل اليوم، أقول كل المحافظات دكتور ممكن، بس المدن الكبيرة مثل بغداد وضع العقار بها اختلف إلى حد كبير. الاستفادة من العشوائية أنه أنت اليوم الجهات البلدية المسؤولة عن استخدامات الأرض في بغداد، نعم، بقرار بسيط يحول الصنف من زراعي إلى سكني، من تجاري إلى سكني، يعني قضية التحكم بجنس العقار أو بجنس الأرض قضية بها مرونة. نتيجة برأيك هذا الحل المناسب؟ هذا مو حل، هذا هو بالعكس، هذا هو الثغرة اللي تخلي صناع القرار للأسف ما أقول كلهم أنه مستفيدين من العشوائية المستمرة في تحكيم أركان نمو المدينة الحضرية. تعرف إحنا عندنا مشكلة بالإطار القانوني. شنو يستفيدون من العشوائيات ووجودها واستمرارها؟ هو هم دي يمارس عشوائية، يعني مثلا مطار مثنى من يصير مجمع سكني في قلب العاصمة، هاي عشوائية نعتبرها وضربة كبيرة لبغداد. مثلا الزوراء اليوم اكو حراك عليها لتقسيمها وتحويلها الى سكني، هذه كلها ثغرات قانونية دي يستفاد منها. اكو حراك على غابة بغداد ايضا، صار قتال في فترة قبل شهرين. من هذه مناطق الخضراء، مناطق الخضراء في قلب بغداد راحت مجمعات سكنية وأثرت على الوضع البيئي للعاصمة. العاصمة اليوم بها اختناق مو بس حضري، اختناق بيئي اكو بيها، اكو تسمم دي يصير في هواء بغداد نتيجة هذا التكدس الحضري. نجي اليوم نقول عندنا أزمة سكن، بالتالي الحكومة أقول الأزمة السكن، أزمة السكن حلولها مو بهالطريقة أنه أنت تروح تبني لي أبراج والبرج في قلب العاصمة، المتر ماله $3,000، يا مواطن يقدر يشتري من المواطن يعني البسيط أو المتوسط الحال يقدر يشتري بأبراج مثل الأبراج اللي تنبني في قلب في بغداد. أقول هذا الوضع يتفكك. التكدس في قلب العاصمة إلى أسباب اقتصادية، عملية إعادة النظر باستخدامات الأرض هو المفتاح الأساسي
لحل مشكلة العشوائيات والسكن مع بعض، وهذه دراسة استشارية. أكو أراضي اليوم مستغليها ببناء العشوائيات حتى تابعة لأشخاص مثلا. أقول الأراضي العشوائية اليوم أصبحت تجارة عند البعض، الأراضي اللي استولت عليها العصابات للدولة وقطعتها المواطن الضحية هو المواطن البسيط، لأنه ماكو قدامه رؤية أو خريطة واضحة المدينة وين يسكن، يعني ماكو مناطق. إيه مو أنا اليوم أتعارض مع الحل اللي طرحته. اليوم أكو أراضي عشوائية مبني عليها منازل، هذه تابعة لأشخاص، أكو تابعة للدولة والمناطق التابعة، أماكن بنى تحتية وغيرها، أماكن مهمة، أكو تقاطع الطرقات. شوف أستاذ العزيز، بالدراسة الاستشارية المخطط راح يجي يفكك المدينة جزء جزء، والمناطق اللي ممكن إعادة هيكلتها وإعداد تخطيط أو مخطط قطاعي إلها، سواء كانت للدولة أو للقطاع الخاص، بغض النظر عن آلية التعويض ودفع البدلات، هو راح يحط لك العلاجات وتتحول الأجزاء مهمة من العشوائيات إلى مناطق حضرية منتظمة بها كل الخدمات بشكل قانوني. اليوم شنو واحدة من أهم أسباب عدم إمكانية إدخال الخدمات متكاملة للعشوائيات؟ هو قانونية استخدام الأرض. الأرض مو قانونية، بالنتيجة أبو التربية ما يقدر يبني مدرسة، أبو الصحة ما يقدر يسوي مسترصف، بالضبط، أبو البلدية ما يقدر يسوي طريق، لأنه ما عنده قانون، ماكو مخصص في هذا الزون أو هاي العشوائية أراضي مخصصة للتربية وللمستوصف. هذا بالتصميم القطاعي كل هالخدمات موجودة بحسب بالنتيجة أنت جزء كبير بالتصميم الأساسي، جزء كبير من العشوائيات راح يمكن استيعابه إلى التصميم الحضري للمدينة وتفك مشكلته. الذهاب باتجاه حل آخر، مثلا إعطاء أرض بديلة عن هذه اللي ممكن تأثر على شكل هذا ترجع أنت من تعد تصميم حضري للمدينة، راح تعد مناطق للسكن عمودي أفقي في محيط المدينة. هسه مركز المدينة نقول ماكو، في محيط المدينة تبني مدن، تجي هنا تفكك العشوائية، أنت يفترض عندك جرودات كاملة، وراح تلقى الساكنين هاي عشوائية بيها فد 500 عائلة، راح تلقى فد 200-250 عائلة أقل تقدير، هذولا ما يستحقون، عندهم أملاك ومأجريها وقاعدين بلاش، فهذا أوريدي تشطبه. تلقى المتبقي المستحق فعلا ما عنده ملك، تروح السعدة مثل ما سووا في، أنا شفت أحد المدن التركية غازي عنتاب نعم. مدير بلدية شرح لنا آلية جدا مشابهة لوضعنا في بغداد، وشلون العوائل طلعوها من مراكز المدن بشكل العشوائية ونظموهم في مجمعات سكنية محترمة، والمواطن ما تحمل إلا جزء بسيط من كلفة الوحدة السكنية اللي قعد بيها. هذا حل ممتاز، هذه حلول. أكو قلت لك أكو عندنا تجارب لبلديات مدن قريبة علينا في إيران وفي تركيا بشكل خاص، نفس مشاكلنا مروا بيها فككوها بطرق علمية. تركيا بالمناسبة نظام الأراضي مالتهم مشابه لنظامنا أيضا، أكو عندهم عقود وعندهم قانون يشبه 117، وعندهم ملك يسمونه طاب وزراعي، وعندهم ملك صرف، فكل الأصناف الأراضي عندهم جيد، والتجاوزات على هاي الأربع أصناف كل صنف مسوي له فد آلية تعويض وبرنامج خاص به، واستوعب ضمن التصميم القطاعي وبدأ يفكك، ونظموا مدينة كاملة بظرف 10 سنوات، حولوا مركز غازي عنتاب من عشوائية إلى مدينة منتظمة وطرقها مفتوحة ومساحات الخضراء. فإحنا مشكلتنا الأساسية هو في قانون استخدامات الأرض. قانون استخدامات الأرض في بغداد حصرا مضى عليه أكثر من، يعني أقول لك يمكن بالتصميم نهاية 2000 هو انتهى، بس أحدث تصميم عمراني تناول استخدامات الأرض في بغداد تم إعداده سنة 67 وأقر بموجب قانون العاصمة سنة 71 اللي لحد اليوم يشتغل، يعني أكثر من 50 سنة وإحنا ما عندنا أي تحديث قانوني على استخدامات الأرض لمدينة بغداد. والمخطط السابق مصمم لاستيعاب 6 مليون نسمة فقط، إحنا اليوم بغداد قربت على 10 مليون نسمة وباقين على نفس القانون اللي لا يفي بمتطلبات النمو السكاني
لسكان العاصمة. جيد، إذا تسمح لي أنتقل للدكتور ماجد، أسألك هل يجرم القانون المتاجرة وبيع أراضي الدولة والعشوائيات؟ وأستاذ نزار يتحدث اليوم عن المتر في عشوائيات المنصور $5,000، يعني هل من الأنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية أنه أنا أجي أستولي على 200-300 متر وأبيع المتر $5,000 وأتاجر حسب مزاجي وأهوائي؟ بالتأكيد في عقوبات بقانون العقوبات، ولكن حتى العقوبات لا تتناسب مع يعني مع قيمة الفعل. لا، كانت في زمن قانون العقوبات وحتى في زمن النظام السابق أو نظام حزب البعث المحظور ما كانت التجاوزات بهذا المستوى، لذلك حتى ما كانت أكو فاعلية لتفعيل العقوبات المتأتية على الشخص الذي يتجاوز على الأموال العامة خاصة العقارات. ولكن أنت الآن تتكلم عن مسألة هاي تكلمت بها مرارا، هو ما تعم به البلوى على قول فقهاء الشريعة. الآن أنت تتكلم عن مسألة هي بعموم مناطق العراق أو بعموم محافظات العراق، فأنت لا تستطيع أن تعاقب الشعب العراقي بالكامل، أو لا تستطيع أن تعاقب جميع من استولوا على الأراضي ووزعوها بهذه الطريقة. سيد الفاضل، إذا تسألني من ناحية الحلول، من ناحية التجاوز، أنا أقول أنا هنا لا أدعو إلى التجاوز، وكرجل قانون مع إزالة التجاوزات أو مع تنظيم مسؤول موضوع التجاوزات، ولكن بالناحية الأخرى والله لو دعمين القطاع الخاص دعم صحيح. الآن أشوف شخص بغض النظر هو شلون استولى على الأرض، إجا ألزم له قطعة أرض وجاب له مهندسين وقسمها قطع أراضي، سوالها تبليط وسوالها مجاري وجاب لها كهرباء بطريقة معينة، والناس سكنت بأسعار أقل من السعر المعمول به في الطابو السكن الرسمي بالنصف أو أكثر من النصف. إذن هذه الآلية نفسها، أنا لو مدخل القطاع الخاص أنا كدولة ما أستطيع أن أغطي كامل هذه المتطلبات وأوفر من الناحية الفنية كامل احتياجات هذه المناطق. أنا لو مدخل القطاع الخاص بمكان هذه الطريقة العشوائية أو الطريقة الجزافية، مدخل القطاع الخاص بطريقة أكثر تنظيم، إذن ممكن تقدم لي حلول. تكلم الضيف الكريم عن مسألة الاستحالة التشريعية، أنا أقول أنه الاستحالة هي ليست استحالة تشريعية بقدر ما هي استحالة فنية مثل ما ذكر ابتداء. يعني الآن نحن من الناحية القانونية نعم ما عندنا قانون اسمه قانون تنظيم التجاوزات أو تنظيم العشوائيات لغاية الآن، ولكن في قرارات نافذة والحكومة فعلت هذه القرارات، وهذه القرارات ممكن أن تنظمنا أكثر من 70% عيدها من حالات التجاوزات الموجودة حاليا على اختلاف صنوف الأراضي أيا كانت، سواء كانت طابو زراعي صرف أو 25 أو 117 أو حتى 35. اللهم إلا إذا كانت التجاوزات هي واقعة على أراضي مخصصة للخدمة العامة مثل مستشفى، شارع عام، سكة قطار، أيا كان موضوع مخصص زين للخدمة دكتور العامة. دكتور أسألك، لا يجوز. إذا تسمح لي أسألك عن الآثار المترتبة فيما لو ذهبت الحكومة باتجاه تمليك الأراضي هذه المستغلة بشكل عشوائي. وفي قانون، هي الحكومة الآن فنيا عليها أن تنفذ فنيا، يعني فقط من الناحية الفنية تنزل الموضوع منزل التنفيذ، ولكن من الناحية التشريعية في قانون، في قرارات نافذة، والحكومة أعيدها مرارا، الحكومة قررت بقرار بمجلس الوزراء وأقول حسنا فعلت. يعني الآثار المترتبة، المسائل التي يعني في القرارات منظمة هذا الموضوع، التجاوزات التي تتعارض مع التخطيط العمراني أو لا يمكن تنظيمها وفق التخطيط العمراني للمدن، هذه من ملكها؟ التي تقع في الخدمات العامة المخصصة للنفع العام مثل ما ذكرت، هذه لا يمكن تمليكها.
بقية الأراضي الحكومة تقوم باستملاكها إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص وتوزيعها على شاغليها وفق آلية معينة، وإذا كانت مملوكة للدولة الدولة تقوم بتمليكها أيضا وفق آلية معينة. أما مسألة الاستثناءات التي ذكرها الضيف الكريم وهو أعلم بالتأكيد من الناحية الفنية على مستوى محافظة بغداد، نعم، أنه التجاوزات يعني حتى المشكلة اللي ذكرها أعتقد هي مش مشكلة ما لها حل، يعني أنه مسألة التجاوزات بجهة الكرخ هي مو مثل التجاوزات بجهة الرصافة أو مناطق شرق القناة، ولكن هذه التجاوزات قياسا بمناطق شرق القناة المناطق المعدمة لا يمكن أن يعني أن تقارن، هذه قليلة وممكن أن تنظم أيضا وفق آلية معينة. يا سيد الفاضل لا تحدث على تمليكها، قال مو ما تتحقق العدالة الاجتماعية ومو من الإنصاف لو أنا أملك شخص المتر ب$5,000 يعني تملك شخص هو متجاوز في المنصور مو مثل ما تملك شخص متجاوز على سبيل المثال للحصر بحي طارق أو سبع قصور أو بغيرها من مناطق شرق القناة. إذا كانت هناك لجان فنية متخصصة تشرف على مسألة تنفيذ القرارات القاضية بتمليك الأراضي، والله يا سيد الإشكاليات كلها تنحل. نعم. إحنا المفروض خلال 6 أشهر الآن إحنا يمكن قاربنا على 2 سنين من صدر قرار مجلس. دكتور تجاوزنا على الوقت المحدد للملف. الأكاديمي والخبير القانوني الدكتور ماجد مشباس أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. وعضو مجلس محافظة بغداد السابق الأستاذ نزار السلطان شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لك. إذن مشاهدينا الملف الثاني عن المصافي الغير مرخصة في إقليم كردستان، إذن من أصل 108 مصفى نفطي 13 فقط مرخصة والباقي جميعها تعمل بصورة غير رسمية في إقليم كردستان. إذن كشف تقرير لوكالة رويترز عن عمليات تهريب نفط إقليم كردستان إلى تركيا عبر مئات الناقلات، وبيّن أيضا أن هذه العمليات التي تدر $200 مليون شهريا عبارة عن متاهة، بحيث أن الأموال لا تذهب إلى خزينة حكومة الإقليم بل يتم بيع النفط من الشركات الأجنبية إلى مقاولين، وهؤلاء المقاولون يقومون بتهريب النفط عبر الصهاريج بواقع 1,000 شاحنة يوميا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن أرحب بضيوفي في الاستوديو الخبير الاقتصادي دريد العنزي، مرحبا بحضرتك، وأيضا الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي، مرحبا بكم. إذن بداية تقارير تتحدث عن وجود 95 مصفى غير مرخص في الإقليم، ماذا يعني هذا الموضوع أستاذ دريد وانعكاساته على الاقتصاد العراقي؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بكم صديقي وعزيزي ضيفك الكريم أخ عزيز سادة ريد. هاي الحالة قديمة، يعني احنا نسميها باكيج يونت، مصفى صغير ربما ينتج كل او بالأكيد ما ينتج كل المشتقات، فالعملية من البداية خسارة، يعني لا تورات لا أبراج لا تقطير لا غيره، يعني النفط اللي يطلع منه هو أكثر فائدة من النفط الأسود أو النفط يعني بيه بعد مشتقات تطلع زي. هذا تقريبا 70% تصنيع تركي،
وبيجيبوه بدون إجازة، وهناك أحجام توصل إلى 20 أو 25 ألف برميل يوميا، يعني كميات كبيرة جدا. زين، هذه كلها الدولة تبيعها الإقليم، بيع لهم نفط خام لا مسجل عندنا ولا مسجل بسومو ولا مسجل بأوبك ولا مسجل بأوابك، ما مسجل كل شيء، هذا بيع. حتى عائداته ما تجي الخزينة الإقليم، مال من هو؟ عمك خالك، مال من؟ يعني مال الطبقة العليا السياسية. ممتاز، هذا خسائره ما مقيدة ولا مرقمة ولا هناك عليها جرد كامل أو هناك دراسة عليها. اغلقوا هذا، خلوا هذا، اشتغلوا مع هذا، صلح أنت، يبدون يتلاعبون بهاي الآلية، لكن نسبة الإنتاج مستمرة ومزدادة. صور تجي مرحلة يستورد الإقليم من المركز بعض المشتقات، أنت عندك هاي الباكيجات هذه المفروض أنت تصدر لنا، لكن الأساس ماله لا نقاوة ولا جودة ولا مواصفات، وكلها تبدي تتسرب للخارج. يعني ما معقول أكو هيك انفلات. هو أنا أسأل وين دور الحكومات المتعاقبة من هذا الانفلات؟ بس أحكي، بس هناك سماح، مو انفلات، يعني مو انفلات لا قانوني ولا رقابي ولا ولا ولا، لا سماح، صدر. سماح من قبل منو؟ الحكومة الإقليم، حكومة الإقليم. ما استفاد منه منو؟ تركيا وإيران. زين، إيران ما تعبره، يعني ما تعتبره مصدر، يدخل على إيران ويطلع قمر لأفغانستان، باكستان، هناك استخدام. إيران طبعا بلد دولة، يعني اقتصاد وصناعة ومواضع كل شيء، متمكنة من كثير شغلات، فهذا يجي يدخل يطلع، يعني ما يستخدمه بالداخل، خط خطوط إلى يطلع. ذاك اليوم يمكن 10-15 شاحنة وسكتها أفغانستان، تعالوا أنتوا دخلتوا بلا ورق وبلا قلم، يعني هالمستوى هذا. فيدخل بإيران يطلع قبل استهلاك مع هاي الدول اللي أكثر تخلف. في تركيا منافذ وطرق لاستهلاك عديدة، وخاصة المنطقة الجبلية، يعني فوق ماردين وهاي المناطق للزراعة لغيرها، احنا الطامة الكبرى ما هاي الطامة الكبرى. ليش الإقليم إلى حد الآن ولا بباله يصدر من تركيا ولا لا؟ صدر يوميا نفط خام 200 ألف برميل، تركيا يبيعها $35، وعبر إيران للتجارة الخارجية للخليج 200 ألف برميل. هاي الكميات اللي خلينا نقول 100 باكج يونت، يعني أنت دا تنتج 600 ألف برميل أو 500 ألف برميل يا إقليم يوميا. هاي إحنا خلقتنا ضعف في التفاوض مع أوبك. إذا اسمح لي أستاذ دريد، أريد أن أنتقل لأستاذ رشيد بهذه الفوضى اللي موجودة في إقليم كردستان عبر بيع النفط بهذه الطرق الغير رسمية، وين تشوف الخلل وأين الدور الحكومي في مراقبة بيع النفط بهذه الطريقة وأيضا تأثيره وانعكاسه على الاقتصاد العراقي؟ شكرا أستاذ محمد المقدمة، وتحياتي أستاذنا وأخونا العزيز أستاذ دريد حضرتك وزميلنا محترم. هي ليست فوضى في إقليم كردستان، التخطيط مخطط وإدارة، هم يعتبروه إدارة ناجحة لتنمية مواردهم واقتصادياتهم. وفعلا شوف اقتصاديات كردستان، إمكانياتهم، بعض البنى التحتية اللي موجودة عندهم قد يشاهدها المواطن لما يزور كردستان، أكو فرق كبير جدا عن الوسط والجنوب، يعني بدءا من الشارع،
يلمس المواطن لما يروح اكو خدمات، اكو تبليط، اكو طرق، اكو شوارع، اكو فك اختناقات، اكو ويومتها. لكن ليس هذا هو المطلوب يعني او المعول عليه، او انه نقر بهذا. نحن نقر انهم يبنون بلدهم، لكن فيما يخص إدارة الدولة المركزية أكو قصور، وأكو مثل ما نقول يعني في التقصير كبير جدا وتماهل في التعامل مع الأقليم في تطبيق القوانين، المصافي تطبيق غير رسمية. نعم. اللي تستخرج وتبيع وتوزع وين ما تحب، هذه بعلم الحكومة الاتحادية تعمل. بالتأكيد الحكومة الاتحادية مثل ما جنابك الآن، أنت كمواطن وأني كمواطن ده نبحث هذا الموضوع. الحكومة هي أدرى من عندنا، هي أعرف تعرف الحكومة كل ما يدور. وإحنا في كثير من الاجتماعات مع كثير من السادة المسؤولين وكبار المسؤولين بصفتنا رجال أعمال، بصفتنا خبراء، بصفتنا اقتصاديين، بكل الصفات اللي نحملها، نجتمع مع عدد كبير من السادة المسؤولين كبار المسؤولين ونبين هذا الأمور، أنه على الدولة أن تكون حازمة وأن تكون مركزية وأن تنفذ القرارات بما يصدر عن مجلس الوزراء وعن الدولة. كثير من القرارات الاقتصادية تصدر من مجلس الوزراء، يكون هنالك تطبيق جزئي، والتطبيق الجزئي يفقد القرار قيمته وروحيته. أنت تصدر قرار يطبق في الوسط والجنوب، ولكنك لا تستطيع أن تصل ما بعد كركوك حتى تطبق القرار. زين. لا تستطيع أن تصل إلى حدود كردستان حتى تطبق قرار. إذا ليش تبرر عليه؟ أما أن تصدر قرار قابل للتطبيق على كامل تراب الجمهورية العراقية حتى يكون له أثر، وأما لا تصدر. الطرق أستاذنا الكبير أستاذ دريد فيما يخص يعني المحكمة الآي سي سي في باريس اللي حكمت للعراق، نعم، على تركيا أنه صد تدفع تركيا في حدود $1.5 مليار تعويض إلى الحكومة المركزية نتيجة استيراد النفط من كردستان بدون يعني بطريقة غير رسمية. وهذا حقيقة لم يطبق للآن، والعراق الآن عشرات المليارات يخسر سنويا، يوميا يخسر عدد كبير من المبالغ من الدولارات، مئات الآلاف ملايين دولارات يخسر شهريا، يخسر مليارات. تركيا الجانب التركي مستفيد، يأخذ النفط بنصف أو ربع سعره طبعا، لكن على الحكومة العراقية المركزية أن تكون جادة في تطبيق القوانين. وأني أوجه كلامي يعني إلى أخوتنا السادة أعضاء الكتل السياسية، رؤساء الكتل السياسية، أعضاء الكتل السياسية، وغالبا ما نوجه كلامنا هذا إلى ضرورة مؤازرة أي حكومة مركزية تتخذ قرارات في تطبيق الوحدة على كامل تراب العراق. إحنا الإقليم أبنائنا وأخوتنا، والإقليم جزء من العراق، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخرج هذا الإقليم عن جزئية العراق، لا يمكن. فعلى أخوتنا وأحبائنا، وهم أغلبهم أصدقائنا ومعارفنا مثلا، هم من هالبلد هذا، ابن عمي وابن عمك، مو غربة. فنحثهم على أن يكون تحزم للحكومة المركزية في تطبيق القرارات ككل. جي. وهذا حقيقة منعكس أستاذ محمد على القرارات فيما يخص الاستيراد. بعض الأحيان الرزنامة الزراعية تمنع استيراد منتج معين لتوفره داخليا، لكن نشوف بالوسط والجنوب ينفذ، لكن المنافذ الشمالية المسيطر عليها في الإقليم وغير المسيطر عليها. احنا كنا منافذ شمالية غير مسيطر عليها. هذا الموضوع أيضاً المهم. إذا تسمح لي أستاذ دريد أسألك، منافذ غير رسمية، مصافي غير رسمية، والكثير من الأمور غير رسمية موجودة بالإقليم وبعلم الحكومة الاتحادية، كيف للحكومة الاتحادية أن تنظم العلاقة الاقتصادية؟ وبالتالي إقليم تابع للدولة، الإقليم بالتالي يطالب بحق الاقتصادي ومن الموازنة في كل عام، كيف للحكومة أن تنظم علاقتها الاقتصادية مع الإقليم؟ والله إذا نرجع للصفر بالعلاقات، أما الآن يعني مستحيلة، إذا ما نقول صعبة، لأن تمرسوا عليها. وبالتأكيد يعني احنا نشعر ان اكو فد نوع من عدم امكانية اتخاذ قرار قسري لهذا الموضوع، يكون كبير جدا على حكومة الاقليم وبالذات على شعب الاقليم. نعم. اذا اتخذ قرار بمنع دخول اي بضاعة من الاقليم، تغيير كافة المنافذ،
يعني مثلا عندك منفذ إبراهيم الخليل يدخل بحدود 10 مليار دولار للإقليم، احنا ما لنا علاقة به. المنافذ السليمانية كذلك، شوف واحد مع إيران واحد مع تركيا، احنا ما نريد نشن حرب على المواطن، نريد نخضع الإقليم لقوانين مثل ما تفضل الأستاذ. هذه 10 مليار دولار تدخل كبضائع للإقليم لولا العراق؟ هذه البضائع مو بضائع، 10 مليار دولار رسوم تروح للإقليم. البضائع أزيد، تجينا البضائع مفروض عليها إقليم، مفروض عليها أتاوات، مفروض عليها كل شيء من الإقليم على هاي الخطوط، وإحنا نأخذها بسعر معين، هي جت مخفضة أكثر. يعني صار من سيطرة الصفرة صار بعشرات الإشكالات. هسه الآن ما أكو موقف حازم من الحكومة. يعني أستاذ ريد، موضوع واحد هذه المنافذ وهذه الأموال وأن بيع النفط بالطرق غير رسمية والمليارات اللي نتحدث عنها، لكن لما نجي إلى واقع المواطن الكردي اليوم، واقع ليس بأفضل من المواطن في جنوب العراق، يعاني الفقر، يعاني من الكثير من المشاكل وأبسط حقوقه مسلوبة. أحسنت، يعني هذه وين تروح هذه المليارات لهم شخصيا أستاذ الكريم؟ هذا يعني موضوع، هذا الموضوع محسوم، هذا الموضوع محسوم يعني لفئة معينة. هذا الصبر بيطلع عضو برلمان يحكيها عدلة، واحدة من السيدات الكرديات بالبرلمان تحكيها عدلة، تقول المواطن ما يوصل لشيء. هذا الهياكل اللي إذا تشوفوها موجودة هاي كلها استثمار، نطوا امتياز للمستثمرين بنوا، أما تروحون على سائق التاكسي، تروح على أبو محل، عندك شبر أنت بالإقليم؟ لا والله، حالة نفس حال الجنوب، الوسط والجنوب ما أدري ليش يستبعدون المناطق الأخرى. إحنا الوقت داهمنا حتى نختم. أستاذ رشيد، أنا أسألك، عمليات التهريب للنفط تتم بعلم حكومة الإقليم؟ ربما البعض يقول لا والله الحكومة مو على علم بهذه العمليات التهريب، وهناك مهربين يقومون بهذا العمل. حدث العاقل بما لا يعقل. حكومة الإقليم تختلف عن حكومة المركز. حكومة الإقليم يحكمها رأس واحد ورأس مسيطر ويعلم كل شاردة وواردة، تهريب ما تهريب كله بعلم الحكومة. أعود تعقيب على كلام أستاذ دريد، يعني الحكومة حقيقة سابقا ذكر أستاذ دريد الصفرة، فعلا الآن الحكومة أيضا تأخذ القرارات على غرار الصفرة، أي مادة المفروض بعد ما تدخل من إقليم كردستان إذا ما بيها منفستات منشأ البضاعة والمستورد وما هي حمولة هذه. خلي الحكومة شحنة. أولا تقدر توحد التعرفة الجمركية، الذهب يدخل من مطارات بشكل ومن هناك يدخل بشكل. نعم ما تقدر. خلي توحد هذا كله سبب تشتت الكتل السياسية والنظام السياسي الذي جاء بعد 2003 وعدم توحد هذه الكتل لخدمة البلد. أصبحت مغانم هذا البلد، أصبح مغانم كل كتلة سياسية، كل حزب، كل جهة، الإقليم في جهة والوسط في جهة والغربية في جهة والجنوب في جهة، كل من يعتبر هذا البلد مغانم. ودشوف الآن أعضاء مجلس النواب، يعني ما هي إنجازات أعضاء مجلس النواب أخوتنا وأساتذتنا وأحبائنا؟ أكثر من 100 مشروع قانون على رفوف مجلس النواب لحد الآن ينتظر. نعم، هذا خلل كبير جدا. الخبير الاقتصادي أستاذ رشيد السعدي، شكرا جزيلا لجنابك. الخبير الاقتصادي أستاذ دريد العنزي، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليل، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.